فريق الاستاذه اندي احمد. هي عاوزين 3000 جنيه. لازم تسحب من لسانك وتقول هي. بتوع ايه حضرتك ال 3000 جنيه؟ حضرتك الاولاد طلبوا العاب بلاي ستيشن ونضارات 3 دي، الفاتوره باسم حضرتك. لا مش دفعه، لان انا ما قلتلهمش اصلا يشتروا حاجه وما استاذنونيش. ادفعي بدل ما يعمل لك محضر في الاسم، اخلصي. ولو اتحبستي هنروح لبابي نطلب منه الفلوس وهو اللي هيدفع لنا. كده كده يا سوري. ماشي يا ولاد علي بتهددوني؟ ها انزل اعمل المحضر. تعمل محضر لمين يا؟ لا اسألك انا مؤاخذة، مؤاخذة. حاضر 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 حاضر. عن اذنك. فلوس يا هاني. روح اعمل محضر. بقى كده؟ كده يا ولاد علي؟ وانا اللي كنت خايفة ان ابوكوا ياخدكم مني؟ سمير انا في حاجه مهمه قوي عايزه اقولها لك. ايه خير؟ في حد في حياتك غيري ومتبهدل؟ حد ايه غيرك بس اللي في حياتي؟ لو في حد تاني في حياتي ما كنتش استحملت ابدا الوضع المهبب اللي انا فيه ده. حبيبتي انا بهزر معاك، انت ما تبقيش الهزار ابدا. بص بقى، هبه مرات شعبان قالت لي ان مي وصولي بيسحبوا حاجات من شعبان ومش بيدفعوا الفلوس. طب ليه بيعملوا كده؟ انا اي حاجه عايزينها مني بديها لهم، حتى فلوس بديها لهم. ايه ده؟ ازاي تعمل كده من غير ما تقول لي؟ انا وعدتهم ان انا ما اقولش لحد، والحمد لله اديني ما اقولش لحد. ايوه اصلا انا كمان بشيل لهم اي حاجه هم عايزينها، وحتى كمان الفلوس اللي هم عايزينها. ازاي ما تقوليليش يا هانم؟ اصل الحقيقه يعني وعدتهم اني مش هقول لحد. دي كذبت يعني، احنا الاثنين كذابين. لا انا عايزه دي. بس فكر يا سمير، فكر هتعمل ايه؟ شفت يا هانم انانيتك واستهتارك وصلوا لك ايه؟ انانيتي انا يا بيه مهذب يا بتاع الحريم؟ انا برضو اللي بلبس وهتزوق عشان اعجب الرجاله وناسي عيالي. بقى كده يا علي، انا بتزوق عشان الرجاله وماله فيها ايه؟ بس ما خنقتوني، حرام عليكم. انتوا كده يا رجاله، ما حدش منكم عايز يتحمل المسؤوليه ابدا، والاولاد الغلابه هم اللي مظلومين في النص. كفايه بقى، كفايه بقى كده، بتعقدوا الامور مش بتحلوها. العيال كانوا عايشين معاها وما عرفتش تحافظ عليهم. انا هاخدهم منك وغصب عنك يا انجي، وهحرمك منهم. لا يا علي، مش هتعرف تاخدهم مني، واعلى ما في خيرك اركبوا. هتشوف انا هعمل ايه. اقعد 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 يا اخي، مش قاعد. اقعد تعالى بس يا اخوانا، مش كده من الحياه. الزوج والزوجه حد يشد التاني يرخي. شوفوا انا ورجاء، ايه هي ترخي انا اشد، انا اشد هي تفضل ترخي.